أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن من خصائص إيمانه أنه يكل أموره إلى الله عز وجل ويعتمد عليه ويطمئن بوعده. لماذا؟ لأن الإنسان يعرف نفسه أنه ضعيف، الإنسان الواعي طبعا يعرف أنه ضعيف وأنه محتاج وأنه ملاك الفقر، وحينما يلتجئ إلى رب العزة فهو يلتجئ إلى المطلق القوي القادر العزيز الحكيم الجبار المتكبر، إلى أسماء الحسنى التي نقرأها، فيتكل عليه. ومن عجب أن إنسانا تمر به المصاعب ولا يتكل على الله عز وجل، هذا من أعجب الأمور. وفي نفس الوقت يتكل على إنسان قد يكون من أضعف الناس، من أضعف الناس يتكل إليه يلتجئ إليه ولكن لا يرجع إلى الله عز وجل. أول شيء، ما معنى التوكل حتى نعرف؟ التوكل مشتق من هذه الكلمة وكلة، وهو وتعني الاعتماد على الغير، أن الإنسان يعتمد على غيره في تسيير أمر ما. عندك قضية معينة، معاملة معينة، تبعث وكالة، قد يكون عامة وقد يكون خاصة حسب. عندك أرض شفت أرض، أنت عايش في المسافر يعني، فتبعث وكالة حتى الناس يصرفوا بهذا الملك. فأول شيء الإنسان يحتاج إلى أن يعتمد على الغير وهو عاجز عن تحقيق هذا الشيء، يعني ما في إما مسافر وإما هو عاجز أصلا. قضية صعبة ما تمشي إلا بمحامي، تمام؟ لو كان بلا محامي لشو المصاري يصرف مصاري، هو يروح نفسه ويحلها. فتقول أنا وكلت أمري إلى فلان، وكلت أمري إلى هو راح يتولى، اعتمدت عليه. أما بالإصطلاح قالوا أن التوكل هو صدق الاعتماد على الله في تيسير الأمور واستجلاب المصالح ودفع مضار الدنيا والآخر، هذا بالنسبة للمصطلح. فإذا يقول الإنسان واثقا بكل الثقة بما عند الله عز وجل، الله تعالى ما يأتي له إلا بالخير أبدا. وبالنفس الوقت يكون يائسا بما في أيدي الناس. الغنى، كل الغنى هو اليأس بما في أيدي الناس. أي واحد عنده طمع بما في أيدي الناس هو فقير، ثقوا، وهو غير متوكل على الله عز وجل. اليأس عما في أيدي الناس نقطة مهمة جدا. قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذا أنتم فعلا مؤمنين على الله مش على غيره توكلوا. إذن هو تفويض الأمر، اعتماد، نعم اعتماد على الله عز وجل. ولهذا من أسمائه تعالى الوكيل. كيف شايف واحد تخلي وكيل عنده؟ نحن نجعل الله عز وجل وكيل على أمورنا الأتوار، هو صاحب الأمور كلها، هو الذي يعطي كل هذه الأمور ونوكله أيضا. فطلب منا ذلك حتى نقوى به، حتى نرفع خلتنا، نرفع فقرنا، نرفع حاجتنا. بناء على هذا التعريف نقول، نذكر بعض النقاط. أول شيء من مقومات مفهوم التوكل، أول نقطة فيه هو معرفة الوكيل. أنت ما فيك تعطي وكالة لواحد ما تعرفه، صح؟ تعطي وكالة تسين عندك أرض أراضي كثيرة وتسين، والله هاي وكالة مفتوحة، كيف كتبك هذا كاش يعني؟ ما ممكن. لابد أن تعرف الوكيل من هو حتى تعطيه، لأنه إذا وكيل كان مثل سارق نعوذ بالله راحت كل شيء عليه. فمفهوم التوكل يستبطن هذا، أنك تعرف الوكيل. فالإنسان من خلال معاملاته اللي يجريها يثق بأشخاص عنده، وإذا وثق بأحد يقول أنا خلاص اعتمد. الآن أنت عندك مثلا محطة، إذا واثق بالشغيل عندك يعني أكيد تروح تنام مرتاح يعني، صح؟ بس إذا ما إذا مو ثقة، إذا هذا الوكيل مو ثقة كيف راح تنام؟ تخلي كاميرا ويمكن يلعب على الكاميرا مثلا، ما ممكن. فلهذا نحن نقول فلان اطمئن، روح نام رغد، إذا فلان هذا ثقة خلاص اطمئن. لذلك المعرفة مهمة، الذي يعرف الوكيل شيء جدا مهم حتى الإنسان ينجح فيما يريد. إلا ليش يجيب محامي فاشل في قضية؟ لماذا؟ خسارة أموال الفاضل. اثنين، مما يستبطنه التعريف أنه الإنسان
يقر بحاجته. الموكل لو كان هو قادر كان هو راح سوى القضية بنفسه، لكنه يقر أنه محتاج. هاي بالنسبة بشكل عام، أما إلى الله فأكيد الإنسان محتاج وضعيف ومحتاج وفقير، ولهذا هو يوكل أحد حتى يقضي له حاجته، وإلا لو كان هو حاضر لقضاها هو. ثلاثة، الثقة. لو لم يكن الوكيل ثقة لما استفدنا شيء. لابد أن يكون ثقة، ولذلك لا يمكن لأحد حتى صاحب محل صغير أن يضع إنسان غير ثقة في موقع المسؤولية، يخسر. فكيف بالكون كل هذا؟ فلذلك الإنسان يعتمد على الله، على قدرة مطلقة والله عز وجل، وهو موضع ثقتنا. ولهذا قال عز وجل طبعا وهو أصدق القائلين، نعم، الله عز وجل أمرنا بهذا أنه توكلوا عليه، وهو وعدنا بذلك، وعدنا. فلما نتوكل عليه يعني والله لا يخلف الميعاد. إذن هذه النقاط التي تقريبا نستفيدها من مفهوم التوكل كما تعريف. نقطة أخرى في هذا المفهوم، وهو كيف يثبت التوكل؟ هل يثبت هكذا بمجرد الحكي؟ يقول والله فلان تكر على الله، ما نستعمل نحن تكر على الله، يا ابني تكر على الله، سيد تكر على الله. لا، لماذا؟ لأنه ليس هناك أساس. التوكل بحاجة إلى أساس يقف عليه، كيف الأرض البيت ما يقف إلا على أساس. التوكل أساسه الأول والمهم هو اعتقاد الإنسان، يعني قاعدة إيمانية متينة. والقرآن يقدم في الآيات الكريمة بعض التي تتكلم عن التوكل، يقدم هذا المعنى، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني العزة تموت بدون من الناس عزة وقوة وكذا، العزة عندي عند الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، العزة القوة المنعة عند الله عز وجل. فمن يطلب هذه الأمور فليطلبها من أهلها، وهو الله عز وجل. لا يلتمس من الآخرين عزة، ولا يلتمس من الحاكم الفلاني، لأنه هؤلاء حتى لو مهما كان أعطوهم شيء لكنه سينتهون. تمام، واحد الآن عايش في ظل حاكم معين، ولد سنة سنتين انطي راتب مكيف، بس مرة واحدة وإذا هذا الإنسان يروح، والحياة بين أيدينا الآن. الدنيا دول كما يقول، يعني متداولة، تحول يعني متحولة. الدنيا دول، بالأمس قوة ودولة عظمى أو صغرى، بس تظهر بأنها عظمى لكن تنتهي على ساعة، تنتهي. زين، هذه السنن، الله هو وضع السنن، نحن لسنا نحن. فوضع السنن يأمرنا بأن نلجأ إليه، نأخذ القوة والعزة والمنعة والرفعة والوجاهة، نأخذها منه وحده. كل دابة هو أخذ بناصيتها، كل شيء بالأرض بيده. ولهذا اللي عنده مشكلة، بعض الناس عنده مشاكل يقول أنا شو أسوي، روح مستشارين، روح كذا. طبعا هذا مو خطأ يعني، لكن ما يلجأ إلى الله عز وجل. كما المجتمع المادي هنا عنده أي شيء يسوون، يعني عيادات مثلا، مستشارين اجتماعيين إلى آخره، لكن ما يلجأ إلى ربه. يقولون في أنه أن هذا القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، طبعا هذا رمز يعني ليس هو حقيقة، يعني الله يقلب هذا القلب، يا مقلب القلوب والأبصار، يقلبه بيده. تدعي إنسان ما بالشغل مأذيك سنة سنتين ما تحمل، تدعو الله عز وجل أن يحنن عليك مثلا، يحنن قلبه. هذا شيء مطلوب، لأنه هو بيده كل شيء، وما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. فإذا وضوح هذه الرؤية، القاعدة القوية، تعطي الإنسان توكل. أما ضبابية الرؤية، واحد ما عنده وضوح أنه شو التوكل، يعني أنا عندي مصاري وعندي قوة وعندي شباب وعندي بيت وعندي سيارة، عايش بأمريكا وعندي جنسية أيضا، تمام، يعني جماعة الخير من أطرافه. هيك يفكر بعض الناس، شو بدي بالجامعة، وشو بدي بالله، وشو بدي التوكل، وشو بدي بالحكي هذا كله. زين، هذا يؤدي بالإنسان أحيانا لا يصل بعدين إلى حالات من اليأس، حينما تطبق الدنيا عليه، تطبق الدنيا. مرة واحدة الإنسان لو يفكر وعنده عقل، مرة واحدة يمسي غنيا ويصبح فقيرا. أمامكم هذه الدروس الآن كثيرة. قبل أيام كانت بعض الدويلات مو دولة، كيف كانت والآن كيف أصبح وضعها؟ يستجدون الطعام
طعام ما في في هذه الدولة. حتى ما أبو طريفة يقال وصلني بعض البوست اللي ضحك يعني، يقال أن سوريا عرضت على هذه الدولة أن تستضيف الأولمبياد في ملعب العباسيين كما يقولون، يعني هوانا واستهزاء. وهذه حال الدول، قارون كان قويا وكان عنده أموال وكان عنده سلطة وكان عنده جاه، ولكن فخسفنا به وبداره الأرض. لذلك اللي يعتمد على الأموال مشتبه، اللي يعتمد على أبناء مشتبه، اللي يعتمد على قوته مشتبه، يعتمد على الله عز وجل وحده. ولهذا الإنسان لابد أن يعتقد أنه الله لما وعده سيحقق له. لكن المشكلة أين؟ المشكلة كثير من الناس يقول أنا توكلت على الله عز وجل، طيب ماذا؟ صار السنين متوكل على الله، ما في لا مصاري ولا رزق ولا شيء. طبعا نحن لا نعرف الخطة ما هي خطة الله، ليس نحن لسنا شركاء بها، مش شركاء بها. ثم من يقول لك أنك لم تقصر فيها في هذا الأمر؟ لماذا رأس الإنسان يقول أنا اتكلت على الله، اتكلنا على الله يا جماعة، يلا امشوا نخطب خطب ورث شهرا خرب الزواج؟ ماذا يقول؟ شايف هذا نصيبي؟ ليس نصيبك هذا، الخطة فاشلة، الخطة فاشلة. أنت لم تستعد لهذه المرحلة، أنت لم تهيئ لها، جئت وهيك ذبت نفسك ثم تقول توكلنا على الله، هذا خطأ. لا ينفع أن تقول مليون مرة توكل على الله، هيئ الأمر، اعقل وتوكل. ذاك واحد جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا تركت الناقة برا ما شديت يعني. قال لا روح شدها شدها. قال لماذا بعد أن خليها برا على الله؟ قال لا أعقل سكر الحبل وتوكل. هذا التوكل، مو بس الإنسان يقول خلاص توكلنا مثل ما عالمنا مع الأسف هذا. والإمام علي عليه السلام، إذن القاعدة الإيمانية مهمة، شوف ماذا يقول إمامنا علي عليه السلام، يقول لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. يعني أنا عندي ثقة مطلقة بما في يد الله عز وجل، بما في خزائنه أكثر من عندي. هذا جدا صعب، فعلا صعب. كل إمام الجواد عليه السلام حلما أذكر يقول كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. يعني أنت رايح في سفرة تقول هاي السفرة إن شاء الله يمكن أطلع بها ربح مثلا جيد واستفيد وكذا، وأنت باني كل الأمل على هذه السفرة، ناسي الله طبعا. يقول لا، كل ما لا ترجو، يمكن تطلع لك شغلة، ذهب موسى عليه السلام يجلب لأهله نارا فرجع عليهم بماذا؟ بالنبوة. كل ما لا ترجو، هذا تفسيرها، كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. لا تقول خلاص أنا الآن ماشي بهالطريق وهو هذا الحقق لي أمنياتي، ما غير معلوم. كثير دخلوا الطريق الآن مثلا كل أذكياء الدنيا في المصاري، لا ليس بالذكاء. كل الأقوياء عضليا أتهم مثلا مصاري أو عندهم مثلا مناصب، لا. كثير من الناس جالسين يضربون الشوارع، ليس بقدرتك أيها الإنسان، ليس بقوتك، ليس بعقليتك، ليس بذكائك، إنما هو الله عز وجل الذي أعطاك والذي أراد منك أن تقدر هذه النعمة. فأول نقطة مهمة في موضوع التوكل أن يتربى الإنسان إيمانيا ويعتقد بالله عز وجل بشكل واضح، مو شكل غامض، ما يعرف والله توكلنا على الله ما يدري شو هو، يتكل يعرف بأن الله هو العاطي، هو المنعم، هو الحكيم، هو الحليم، هو الغفور إلى آخره. فإذا عرف الإنسان أن ربه حكيم ولا يريد له إلا الخير لا يعترض. شوف في ناس يناموا الله يجيرنا وإياكم بس بالفراش، فراش المرض يعني، يناموا سنين طويلة. أعرف واحد كان نائم بالفراش مجرد هيكل، يعني هيكل عظمي زين، لا يتحرك منه إلا لسانه فقط، وهو يذكر الله عز وجل صباحا ومساء ما يتحرك. بقي سنين إلى أن توفي رحمه الله، رجل من الصلحاء يعني، ولم يتحرك، لم يشكو، لم يتذمر بشيء، بقي شاكرا لله عز وجل ومسلما أمره إلى الله عز وجل. ويمكن بعض الناس إذا شوي رأسه وجع أو شوي سخن الدنيا تنقلب، تمام؟ ليش الله سوى بينها؟ ليش كذا؟ يعترض على حتى على الله عز وجل. ليش؟ لأنه في خلل عنده بهذه النقطة، القاعدة الأساسية الإيمانية عنده ضعيفة. ولهذا
لا يصل إلى حالة التسليم التي هو يقرأها بالقرآن الكريم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا أنت توكل على الناس هؤلاء سيموتون، الحي الذي هو معك بالأول وبالآخر وبالحياة هذه الدنيا، هو يرى ظروفك، هو يرى حالتك، هو يعلم بها، مو بخلا منه إنه ما أعطاك، مو قساوة نعوذ بالله كما بعض الناس يقول ليش الله فرض الصوم علينا مثلا 18 ساعة أو 17 ساعة وكذا، لماذا؟ ليس تعذيبا للإنسان وليس أذية له، الله رخص الإنسان ما يقدر ما يقدر يصوم يفطر بعدين يصوم، صحيح؟ من كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، إذا مو قادر ما حد يجبره، لا أحد يجبره، فهو يرى نفسه عنده قدر يصوم ما عنده قدر يفطر بعدين يقضي، تمام؟ لم يجبره الله لازم يصوم، زين. فلو عرف الإنسان خطة الله عز وجل سوف يسلم وسوف يتوكل عليه. ولهذا أنت شوف النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم 23 سنة عاش مع قومه بالمعاناة والأذية، وكلها توكل على الله عز وجل، من فوائد التوكل طبعا كلها توكل على الله عز وجل، ولكن لم يشكو: إلهي إليك أشكو ضعف نفسي وهواني على الناس، في لما راح إلى الطائف وضربوا بالحجارة لم يشكو. والمتوكل دائما يكون مطمئن النفس، لماذا؟ لأنه أدى ما عليه، متوكل بالحق يعني، مو اللي يقول بس توكلت على الله، المتوكل اللي أدى ما عليه مطمئن لأنه أدى ما عليه. هي الأسباب مثل الفلاح الآن يزرع، يقال بعض تفسيرات المتوكلين قيل هم الفلاحون، يعني مصادر المتوكل، لأن هؤلاء فعلا يبذروا يحرثون الأرض يبذرون البذار ثم ينتظر الله عز وجل، يمكن يأتي المطر يمكن ما يأتي، صح؟ مو بإذا اللي عليه أدى. النبي الأعظم حينما تحمل وعانى في مكة طلع إلى المدينة، طلع المدينة وأخذ الأسباب الطبيعية، شوف الأسباب إلى هالدرجة، مع أنه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أخذ أسباب طبيعية، أول شيء جاب دليل معه، دليل واحد دليل على الطريق، زين، وكان بإمكانه يغمض عينه ويرتاح يطلع من المدينة، صح؟ سوى منجز يعني، جاب دليل معه وطلع على تخبى بالغار، غار جبل ثور، زين. فلما وصل إلى هناك جاءوا إليه، اللي هو عليه سواه واتكل على الله، فلما وصلوا إليه بعد رفع يده بالدعاء، ولهذا إن الله معنا، أو على الآية الأخرى فأنزل الله سكينته عليه، أنزل السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوكل الحقيقي، هذا التوكل يؤدي الأسباب، فإذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود يتكل على الله عز وجل وهو مرتاح مطمئن، مطمئن تمام الاطمئنان، لا يقول والله لا لماذا هذا صار بينا هيك مسفيه مثلا، يبقى يلوم نفسه او يبقى يعني اما يذبح على غيره مثلا، لا، انت الان طلعت بالسياره مثلا ومضبط امورك، صح؟ وخربت السياره بالطريق، وماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ اذا ناس تخلي الغاز مثلا خب تقصيره، تمام؟ تقصير الانسان، او ما مضبطها مثلا، فيها مشكله ما ضبطها او سافر بها مشكله، ولكن لو أدى ما عليه يكون مطمئن، على الأقل أدى الذي عليه. طبعا واقع التوكل في حياتنا اليوم، حياة المسلمين، نجد أنه هو الأسباب، مع الأسف الأسباب الطبيعية غالبا لا تؤدى، وصار خلط يعني الأمور، أنه عالم الإسلام اليوم ما يعيش من أزمات ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية، يدل على أن هذا العالم بعيد غاية البعد عن التوكل على الله عز وجل، أو عن مفهوم التوكل، غاية البعد. لو متوكل على الله عز وجل كان هي الأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة هو السلاح يعني، زين. لماذا هذا العالم اللي هو الله يأمره بأن يعد القوة يزداد ضعف يوم بعد يوم؟ لماذا الآخرين اللي هم يفترض أنهم كفار يزدادون قوة يوم؟ إذن خلل، صحيح؟ في شيء غلط. الإنسان حينما يرى الغلط عليه أن يجلس مع نفسه يفكر أين الخلل؟ أين الخلل؟ أنا دعوت ولم يستجب لي، لماذا؟ لماذا؟ لماذا ألقي اللوم على الله عز وجل يا ربي؟ لما ما أعطيتني؟ قد أكون أنا دعوته بلسان نعم مليء بالذنوب. وعندنا بعض الروايات يعني مذكورة أنه الله عز وجل بعض الأحيان يصعد الدعاء إليه فيقول لا أستجيب له،
لأن هذا دعاني وهو عاصٍ وهو آكل حق الناس وهو ما تدعى لحق الناس. ولهذا نقل دعاكمين اللهم اغفر لي الذنوب التي ماذا تحبس الدعاء في ذنوب كثيرة يعني تمنع الدعاء أصلاً تسكر الطريق عليه على الدعاء. إذا الواحد يفكر لماذا لم يصل الدعاء إلى الله عز وجل؟ أشوف من خلل فيه تمام؟ أين الخلل؟ واحدة اثنين ثلاثة أجلس وأكتب هذه النقاط. أما أن يقول أنا متوكل على الله وأنا الحمد لله مؤمن وصائم ومصلي لكن الله ما أعطاني شيء وما أعطاني شيء ويبتليني بدون غيري. إذا هذا المفهوم مهم جدا خصوصا في مجتمعات الآن تعيش التخلف والفقر والمشاكل حتى مجتمعات الإسلامية للغرب يعني تعيش التخلف والرجوع لوراء وهو يظن أنه متوكل على الله عز وجل. أبدا الذي يتوكل هو الذي أعد الأسباب كما ذكرت الذي هيئ أسباب كل شيء كل شيء. طالب يدرس هذا هيئ أسبابه إذا رسب مو مشكلة يكون مرتاح نفسيا زين. صاحب شغل أو بزنس هيئ الأسباب وسأل ودخل في المشروع وفشل المشروع عندها يكون مرتاح على الأقل. أما لا يعرف مو شغلته ولا مصلحته ولا كذا والمسائل لأنه الناس سووا ويسووا مثلهم ثم يقول توكل على الله. هذا كله حكي هذا سخرية. يسخر الإنسان حتى من الدعاء يسخر بعض الناس يقول يا ربي وكذا ويسخر من نفسه أصلاً. الدعاء بحاجة إلى قانون وإلى سنن وعلينا أن نكتشف هذه السنن في شهر الله عز وجل شهر رمضان. هذا شهر ينبغي الإنسان أنه حقيقة يقرأ بعمق من يقرأ آية يقرأها بعمق دعاء يقرأ بعمق كلمات الله اللي ألف ألف اسم أسماء الحسنى في دعاء الجوشن يقرأها بعمق كلها مفاتيح هذه إلى كنوز وراءها. فلما يقرأها هكذا مجرد يعني ترديد كلمات سوف لا يستفيد إلا قليلا إلا الثواب يمكن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يتوكل عليه في كل أموره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.